الدكاترة بتقول ان انا عندي حاجة اسمها SMA، لو ده انا حاسة ان انا يعني يونيك قوي وكده، يعني بقيت انا واثقة من نفسي اكتر كمان. يعني بابايا بقى بيقول لي انت قمر ومش عارفة ايه، ومامتي برضو، بالذات ان انا شبه مامي، ف يعني مبسوطة زيادة، ف عشان مامتي حلوة فانا بقيت انا حلوة زيها. وانا من وانا صغيره يعني ما كنتش دايما بلاقي الحاجه اللي انا بحبها خالص، وبشوف صحابي بقى ان هم عندهم تالنتس وحاجات كده، وما يعني ما لقيتش تالنت يعني ليا انا، لحد ما في مره ابتديت اكتب وحبيت الكتابه جدا جدا جدا، وكتبت بقى الكتاب ده ونزلته، وبعدين انا استغربت ان انا ابتدى يجيلي بقى ريدرز كتير وحاجات كده. راضي بنفسي زي ما انا، يعني ان انا اللي هو يعني ساعات، يعني هو طبعا جالي وقت ما كنتش سيلف كونفيدنت قوي وكده، وبس دلوقتي بقى يعني احسن بكتير، وواثقه من نفسي وقابل نفسي زي ما انا وقابله نفسي، وعادي اصلا يعني لو انا ما حبيتش نفسي مين هيقابلني يعني مثلا.